تحت رعاية المطران ساويروس ملكي مراد النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في الأردن والأراضي المقدسة ومدير جمعية الكاريتاس الأردنية وائل سليمان، أقامت جمعية السريان الأرثوذكس الخيرية بازارها الفصحي السابع في قاعة كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس في الصويفية بحضور الأب عمانوئيل البنا راعي الكنيسة ومدير الجمعية متى جبرة وأعضاء الجمعية وجموع من المدعوين والراهبات والزوار، حيث اشتمل البازار الذي استمر ليومين على مستلزمات متنوعة للعيد يعود ريعها لدعم العائلات العفيفة والمهجرين من العراقيين والسوريين. وقد شارك في البازار عدد من الطوائف المسيحية وكلنا كنيسة واحدة، ويجب على الجميع أن يتعاونوا لخدمة ونجاح هذا البازار. كما أشكر السيد مدير الكاريتاس وائل سليمان لحضوره وافتتاح البازار، هذا إن دل على شيء يدل على التماسك واهتمام منظمة الكاريتاس بالكنائس المسيحية، وطالب من الله أن يحفظ حياة جلالة ملكنا المفدى عبد الله الثاني بن الحسين والحكومة الأردنية والعائلة الهاشمية، إنه سميع الدعاء، أمين. كما نشكر نور سات اللي قامت بتغطية هذا البازار وكعادتها دائما متواجدة بكل مناسبات اللي بتقومها كنيسة مار أفرام وجمعية السريان الخيرية. البازار رائع، في أجواء فرح، في أجواء محبة. البازار الإشي المميز فيه إنه معظم الطاولات، معظم الأشخاص اللي عارضين هن مشتغلين أشغال يدوية، هن جايين حتى يعرضوا منتجاتهم، وهذا إشي رائع. نتمنى كل البازارات يكون فيها هذا النموذج اللي بشجع الناس إنه هي تصنع إشي وتنتج إشي في البيت وتبيعه للناس. فمبروك وأكيد كل فصح وأنتم بخير. نحن بنجتمع مرة بالأسبوع عشان نشتغل أشغال يدوية، كل واحد عنده فكرة، كل واحد عنده يعني هواية معينة بحب يعملها، كلنا بنجتمع وبنشتغل أشياء نعملهم بالبازار، إشي لبازار الفصح وإشي لبازار عيد الميلاد. وبتنظيم من فعاليات راعية كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي، رعى المونسنيور روبرتو كنا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان البازار الفصحي الذي أقيم في قاعة الكنيسة بحضور الأب علاء مشربش راعي الكنيسة والكاهن المساعد الأب سامر صوالحة وراهبات بنات القديسة حنة وجموع المؤمنين. واشتمل البازار الذي استمر لثلاثة أيام على مستلزمات ومأكولات وحلويات خاصة بالعيد وكتب دينية وروحية وقصص القديسين. هدف الإيستر ماركت ليكون أولاً خلق جو عائلي في رعيتنا لنشعر باقتراب عيد الفصح المجيد، وأيضاً ليساعد التعاون بين فعاليات الرعية اللي بتنظم هذا الحدث من كل سنة. كما أقامت مجموعة كشافة ومرشدات الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق نشاطاً ترفيهياً لأطفال الرعية بمناسبة عيد الفصح. تضمن اللقاء الترفيهي على العديد من الفقرات التي نظمها أعضاء الكشافة في قاعة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بحضور الأرشمندريت بسام شحاتيت وأهالي الأطفال وذويها. بهالقسم الأول هو عبارة عن حفلة للأطفال الأولاد والصغار، ولكن بالقسم الثاني إيج هانتينجز بيطلعوا بيدوروا على البيض، الهدف منه هو التواصل بين الأولاد مع بعض والتواصل مع الأهالي. طبعاً وإحنا دائماً بنكون مبسوطين بوجود الأطفال وأجواء رائعة جداً، بتكون ابتسامة، هاي أحلى شيء بنحب نوصله بالنهاية، نرسم ابتسامة على وجوه الأطفال بمناسبة الأعياد، لأنه هو العيد أصلاً فعلياً هو للأطفال بالنهاية يعني. عجيب كتير 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 بيض. وفي ذات السياق نظمت لجنة سيدات جمعية المحبة لقاء ترفيهيا للأطفال مع ذويهم في عمان تحت عنوان مهرجان الربيع الخيري، اشتمل على فقرات منوعة للأطفال ومستلزمات للعيد يعود ريعها لدعم العائلات العفيفة والأيتام.
لجنة المحبة، مجموعة من الستات بنشتغل عمل تطوعي، بنعمل صار لنا حوالي 15 سنة بهذا العمل التطوعي. حفلاتنا كلها ريعها بروح لمساعدة أطفال محتاجين وأيتام. دائما ريع هاي النشاطات الخيرية اللي بتسويها لجنة المحبة بتروح كلها لدعم العائلات المحتاجة، خصوصا في الصحة والتعليم. وكل عام وانتم بخير، المسيح قام حقا قام. اول اشي بقول كل عام وانتم بخير جميعا، وكل عام وقناه النور سات بخير يا رب. طبعا هاي الحفلات والتجمعات اللي بعملوها جمعيه المحبه بنحكي لها خاصه اليوم، كل سنه بشارك فيها انا وبقدم الدعم اللي بقدر اقدمه كفنان دعم الفني. وان شاء الله اي ناس بحاجه لاي دعم مني، لفقراء، لكنايس، لاي اشي بقدر اقدمه بصوتي انا جاهز عبر النور سات، بقول لهم انا جاهز لاقدم لهم هذا الدعم. ان شاء الله يا رب هيك تضل ايد واحده ونقدم لبعض المساعده والدنيا تضل بخير. انا جاي هون عشان احتفل عيد فصح المجيد، وكل عام وانتم بخير.